شيعت عزلة الجعادة ببني مطر محافظة صنعاء البطل سليم محمد يحيى الجعدبي من وحدات الحرس الجمهوري الذي ارتقى مدافعا عن الوطن في جبهات العز والشرف. الشهيد سليم محمد الجعدبي أحد أبطال الجيش واللجان الشعبية، ارتقت روحه الطاهرة دفاعا عن الوطن ومكتسباته فأرخص حياته ثمنا لها. بنشيع الولد سليم محمد يحيى الجعدبي من لواء 102 حرس جمهوري، ورسالتي إلى المرتزقة في الخارج القابعين في فنادق الرياض، العملاء الخونة وبالذات صعثر أو ثومة هذاك الذي قال يضحي ب 24 مليون ويبقى المليون الخونة خارج البلاد، والله ما يرجع منهم واحد لو ما نقاتل إلا بالجنابي. بالروح والدم لديك يا الوطن، بالروح والدم لديك يا الوطن. هذا هو الشهيد البطل الذي قدمته منطقة الجعادب، وهو أول ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، وهؤلاء هم أبطال الحرس الجمهوري الذين يناضلون من أجل العدوان الهمجي الغاشم البربري آل سعود ومن خالفهم ومن سار على نهجهم، ونحن سنجر على دربهم ماشيين في جبهة النضال مقاتلين عن الوطن، عن العزة، عن الكرامة، عن عرضنا، عن بلدنا، من أجل أن تكون اليمن عالية خفاقة رايتها. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. على درب الآباء والأجداد مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر، يسير الأبناء على درب الشهادة بعد 55 عاما في نيل شرف الدفاع عن الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر التي قدم الوطن في سبيلها قوافل من الشهداء الأحرار وسالت في سبيل إنجازهما سيولا من الدماء. تم اليوم تشييع جثمان الشهيد سليم محمد يحيى الجعدبي الذي استشهد من أجل الوطن، ليس من أجل أي شخص، من أجل الوطن، جندي من جنود الوطن هذا تدرب لأجل الوطن من الحرس الجمهوري. قرابة 24 شهيدا قدمتهم عزلة الجعادب ببني مطر حفاظا على الثوابت الوطنية ومواجهة النقوى الرجعية التي واجهها اليمن خلال ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وتكريرا لمشهد الإباء اليمني. قوة القوة، العزيمة مرتفعة لا أبعد الحدود، وبالروح بالدم نفتيك يا يمن، بالروح بالدم نفتيك يا يمن. موجود أولا في عادتنا وتقاليدنا وقواميسنا، احنا تربينا على هذا أنه الاستسلام ممنوع، الراية رفع الراية البيضاء ممنوع، كل شيء عندنا إلا إذا كان مثلا في تفاوض، وتفاوض يكون مثلا يعني يرفع الرأس، مش انه يعني سلام، احنا بنمد يد السلام مش يد الاستسلام. وايضا نقول للثاني نصيحتنا لهم انهم ينسحبوا قبل ان يعني دعم تظلم ايادينا. نعم نعم، بالروح بالدم نديك يا يمن، بالروح بالدم نديك يا يمن. توحد الغمد والسيف في مواجهة الصلف السعودي والغطرسة التي كسرها أبطال الحرس الجمهوري، ذلك الجيش الذي أثبت أبطاله أنه مدرسة في الذود عن الأوطان، لتتعدد نماذج الوفاء لمن منهم حتى في وجه المستحيل الذي كسر تحت أقدامهم. محمد جميل، اليمن اليوم. وبعد مرور عام على